مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله جميع بخير. معكم فرميس ومعنا جيم جديد، ولكن هذا الجيم ليس من جيمات السلسلة الخضراء. هذا الجيم إهداء لأخونا وحبيبنا بيتر سبيدلر بمناسبة عيد ميلاده 45. طبعا سبيدلر قبل كم يوم صار عيد ميلاده، وبعثت له على الفيسبوك كل عام طب خير يا أخوي سبيدلر وما ردش علي. تمام بلاش للقندرة على قولة إخوانا العراقيين. فعشان هيك هذا الجيم الذي أثر في سبيدلر كثيرا وحزن بعده حزنا شديدا، حابين نهديه ونعيد له هاي الذكرى. ليش ما يردش علي على الفيسبوك سبيدلر؟ أنا أورجيك. سبيدلر بالأسود والليفان أرونيون بالأبيض، وهذا الجيم التعب بال2006 على بطولة تال ميموري. بون على الدي 4 من ليفان أرونيون، نايت على الاف 6، سي 4، جي 6، نايت على السي 3، بون على الدي 5، جرونفيلد ديفنس، بيشوب على الجي 5، نايت على الاي 4، وهون انت ما بتكسر، بترجع بالبيشوب على الاتش 4. هاي النقلات الرئيسية للافتتاحية، بتحافظ على هذا البيشوب وما بتكسر نايت بنايت. نايت تيكس نايت، برضو هاي من النقلات الرئيسية. بون تيكس بون، تعمل دبل بون، ولكن بون تيكس بون، بون على الاي 3، والامور تقريبا متعادلة مع افضلية بسيطة للابيض. بيشوب على الاي 6، كوين على البي 1، طالبين البون. كوين على الدي 5، حمينا البون. نايت على الاف 3، نايت على الدي 7، بيشوب على الاي 2، بيشوب على الاف 5، طالبين الكوين. طبعا هاي النقلات الرئيسية بعدنا فيها احنا، وما في تقريبا اشي جديد الى يومنا هذا. كوين على البي 2 التعبت في الجيم. هذا الجيم بذكرنا في اول مرة التعبت فيه الجرونفيلد ديفنس، لما لعبها الاسطورة ارنست جرونفيلد ضد ألابين او بريزوبوركا، واحد من الاثنين هذول. صراحة أنا مش متذكر الاسم، ولكن في ذاك الجيم هنا لعب إرنست جرانفيلد، طبعا هو أسطورة من أساطير الشطرنج، نايت على البي 6. ألابين أو بارازابوركا لعب اي 4 اي 5 عشان نمنع تقدم البيدق وأنه يطلب النايت. تابيت من الأبيض، بيشوب على الدي 3، بيشوب تيكس بيشوب، بون تيكس بيشوب، بون على الاي 4، كوين تيكس بون. هذه مش بلندر ولكنها حصلت بالجيم عادي، ولكن هنا الروك على الاي 1. الابيض ضحى تقريبا في جنديين، والاسود عنده جنديين زياده، ولكن حينضغط طول الجيم. كوين على الدي 5، روك على الاي 5، كوين على الدي 7، وهذه كانت تقريبا نهايه الجيم. انا مش متذكر ايش اللي حصل بالجيم، طبعا خسر هو ارنست جرونفيلد، بس بتذكر انه هنا اي نقلة عشوائية كانت، يعني عندك روك جاي تشيك وطار الوزير، فاللي حصل في الجيم اعتقد انه هنا التعبت روك تشيك واخذ وخسر الكوين تاعه. ولكن ما تاخذوش مني اخر الفاريشنز لانه انا صراحة مش متذكرها، مش متذكر بالضبط شو حصل بالجيم، ولكن خسر الجيم. فمن هذاك اليوم وبعد هذا الجيم أصبحت تلعب الجرونفيلد ديفنس بالشكل الآتي: بيشوب على الجي 7 بدل نايت على البي 6، بيشوب على الجي 7. تطورت الأمور. تبييت من الأبيض، نايت على البي 6، بون على الاي 4، بون على الاي 5، نمنع تقدم البون. نايت على الدي 2، بيشوب على الدي 3، تعال نكسر، بيشوب تيكس بيشوب، بون تيكس بيشوب، روك على البي 1، طبعا من دوبل على عمود البي، لعل وعسى يفتح، والأسود بعده مش مبيت، فالوضع أفضلية كبيرة للأبيض. كوين على السي 6، كوين على الاي 3، نقلة جميلة جدا، طبعا مش خطيرة أبدا، بس مهددين تشيك ميت على عمود الاي. تبييت من الأسود، حلينا المشكلة، بون على السي 4، نايت تيكس بون، نايت تيكس نايت، كوين تيكس نايت، بيشوب تيكس بون على الاي 7 ومهددين القلعة. أفضل نقلة، روك على الاي 8، طالبين البيشوب.
روك على الدي 1، روك على سي 8، بيشوب على الجي 5، بون على السي 5. طبعا بون تيكس بون غير محبذة أبدا، لأن الروك تيكس بون وبتفتح على حالك قصص جديدة. تنساش أنه في عندك بون على عمود السكس أو على عمود الدي على السكس دي، فوضعك حيكون جدا سيء. سوري، على العمود الثري، أنا عاكس الرقعة على الدي ثري، فأكيد وضعك حيكون جدا سيء. ما علينا، نكمل في جيمنا. كوين تيكس بون على الدي ثري، بون تيكس بون. احنا كمشاهدين او كمتابعين في هاي القناة يمكن تصنيفاتنا متقاربة ما بين ال 2000 وال 2400 2500. وقف الفيديو ولاقي ايش انت كنت حتلعب، حتى لو كنت انت 1100، حتى لو كنت انت 900، ايش النقل اللي بتخطر على بالك كأبيض؟ هسا انا بالنسبة لي روك على البي 1 اوكي، نقلة جميلة، طالب البون ويعني أمور طبيعية تقريبا، صح ولا لا؟ يعني ما فيش فيها إشي. أنت إيش نقلتك؟ اكتب لنا بالتعليقات عن جد. سبيدلر في هذا الجيم كان تصنيفه 2751، تصنيف عالي جدا، سوبر جراند ماستر. ليفان أرونيون كان 2740، يعني سبيدلر كان أعلى منه بعشر نقاط. عشر نقاط يعني أربع مباريات فوز على التوالي، فتخيل. وكانت مباراة كلاسيك، مش بليدز ولا رابد ولا بلينتفولد، يعني تقول والله معصوب العينين ما شافش الزلمة، لا شايف. تخيل جراند ماستر بهذا الحجم، بيتر سبيدلر صديقي وحبيبي راح لعب بون تيكس بون وكسر الطاولة وكسر الطاولة بعد هاي النقلة. روك على الاي 1 تشيك. طبعا انتهى الجيم، روك تيكس روك، كوين تيكس كوين. واذا مش حابب بالطريقه دي عندك الطريقه دي، كوين على الاف 1 تحمل التشيك ميت، او تحمل التشيك يعني تغطي، وهون عندك روك على الاف 1 تشيك، روك تيكس روك، وانت هيك خسرت الجيم يا صديقي العزيز. الاخ بيتر سبيدلر بقول لكم العام بخير يا اخ بيتر على الفيسبوك، ما ردش علي. فش دورت وبحبشت ورا بيتر، لقيت انه هذا الجيم اثر في نفسية بيتر سبيدلر. تخيلوا يا جماعة خير، لمدة 3 شهور بيتر سبيدلر نفسيته مسكرة، حتى الشباب عزموه على منصف وباتشي ومقلوبة وقالهم ماليش نفس، تخيل، عشان ما يردش علي على الفيسبوك. يعطيكم العافية والسلامات، ولنا لقاء اخر في جيم اخر. سلام عليكم.